يلا يلا والله مشكلة. السلام عليكم يا أخت مضاوي. السلام عليكم. حياة الله أختي. هذه الكورة موجودة. بعد ما أقول اسبح بطمرة راح أخبيه بعد ما أخلص. تعلمين وين حاطة؟ هالمرة هذه أنا أقول شدوا حيلكم لأني بخبيه بمكان ونقول اسبح بطمرة. يلا يلا اخت مضاوي. هلا. خبيت الكوره هنا. عندك ثلاث تلميحات. اول تلميحه وين؟ في المطبخ. خطا. التلميحه الثانيه عند الكنب الوردي. ايوه عند الكنب الوردي حوله حوله. التلميحه الثالثه طاولة. أي طاولة؟ أي طاولة؟ ها؟ ها؟ باقي جبتين. المزهرية. وين؟ المزهرية. أي مزهرية؟ في مزهريات مليان هنا. حددي بالضبط وين؟ ها اجابتين بسرعه. فيها ورده صفراء. وين فيها ورده صفراء؟ خطا. باقي اجابه واحده. الوقت باقي اجابه. ها فتح عيونك شوي. باقي اجابه بسرعه. عند الأبجورة. وين؟ خطأ خطأ خطأ. يوه يا أبو فهد يا أخي قرب للجمهور يا أبو والله فهد. والله أني ما قصرت يا أخي. وش لا ما والله قصرت. العظيم لو يركزون معي كذا بس يركزون شوي. عطني الكنترول عطني الكنترول. لقوة يا أخي لقوة يا أخي. أنا أوريك فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطني الكنترول. رغد ألو يا رغد. ألو يا رغد. ألو يا رغد. ألو ألو من انت تكلمين يا رغد؟ الو اسمعني. اي من انت تكلمين يا رغد؟ الو نسمعك يا رغد. قصر التلفزيون يا رغد واسمعيني من الهاتف. ابو طمره. ابو طمره انت من جمهور ابو طمره. ونعم في ابو طمره ونعم فيك. من انت تكلمينا؟ يلا يلا تسمعيني يا رغد؟ لا ما اي اسمعك اسمعك. اي طيب احنا بنقول اسبح يا ابو طمره وابعد عني يا مخرج وابعد عني الكاميرات وبندس الكوره. بندس الكوره في مكان انت تشوف ولا ما تشوف. انت تشوف ولا ما تشوف. انت تشوف ولا ما تشوف يا سعاده المخرجين وسعاده الناس. اوكي طيب وقفنا قدام الكاميرا يا مخرج. يلا وينك يا رغد؟ وينك معك ثلاث تلميحات يا رغد؟ يلا ها طيب ثلاث تلميحات معك يا رغد. الأولى عند الكنب الجنب الوردي. عند الكنب الجنب الوردي. لا خطأ. باقي ثنتين. الكنب الأزرق. الكنب الأزرق. لا باقي واحدة. أنا بروح وبجي وبنام. عند عند شو اسمه الطاولة البيضاء. الطاولة البيضاء. عند الجنب الأبجورة. جنب الأبجورة. أي 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 أبجورة. أي أبجورة. في أبجورات كثيرة. جنب الفازة. جنب الفازة. جنب إيش؟ فازة رمادية مدري لون أبيض. هذه قصدك هذه؟ طاولات البيض واجد. عيد يا رغد. الطاولات البيض واجد. طاولة بيضة جنبها فازة. طيب وين بالضبط؟ نحن عارفين الكورة عند الطاقة البيضاء لكن وين؟ حدد الموقع. يلا يا رغد يلا باقي الوقت بسرعة. الوقت باقي قليل. عند المراية. عند المراية. في مرايات كثيرة في المطبخ في الصالة في غرفة النوم في السرير فوق الجدار فوق السطح. غرفة النوم. غرفة النوم.
غرفة النوم، يلا بنروح غرفة النوم ونشوف الإجابة صحيحة. يلا واذبح، يلا قصدي واسبح. عندك إجابتين، يلا عندك إجابتين، احنا ما قلنا شيء. عندك إجابتين يا رغد، عجلي وفكري ومخبخ معي. 5 4 3 2 1. يا الله ما تمنيت يا ابو فهد، ما تمنيت. وش تسوي؟ الكوره كانت هنا، الكوره كانت هنا، اكتشفتها. طيب خلاص يا اخي. ليش اكشفه؟ ما ادري يا ابو فهد. يعني اروح اخذ كرتك الحين؟ يا جماعه، يا جمهورنا الغالي، يا جمهور ابو فهد وجمهور عبد الله الجميل وجمهور قناه بدايه بالكامل، لما نحط الكره في مكان مره صعب مره سهله، لما تشوف الكره انت في الكاميرا او في الشاشه حدد الكوره وين هي. قل مثلا في السطح، في الزاويه. خذ ابراهيم من المدينه وكلمه. حبيبي ونشوف. ابراهيم الله يمسيك بالخير. برهومي الو، شلونك؟ طيب الحمد لله. طيب انت شفت الاتصال اللي فات وعرفت بعض الاماكن مين موجود الكوره، صح ولا لا؟ صح. طيب عطني 3 خيارات واجابتين. اول خيار، وين الكوره؟ الكوره ورا. ها ورا وين؟ ابيك تحدد لي مكانها بالضبط. عندك 3 خيارات. عند الكنب الوردي ورا، عند الشجر. لا عند الكنب الوردي، حوله، لا تبعد بعيد. هذا وين؟ ورا الشجر اللي وراه. حبيبي انت، حبيبي كفو. طلعها طلعها. يا سلام، هذا الكلام الشغل. يا اخي انا قايل لك ان جمهوري ما هو طبيعي. انت تحسب بس الدنيا لخبطه ولعبه، تحسب الدنيا لخبطه. يا اخوي يا اخوي خلاص، اشغلتنا تراك. خلاص نادري جمهورك. سم سم، هذا الغلطان اللي ساعد جمهورك الحين. اوريك اوريك فيك اتحداك يطلعونه. ترى مساعدهم على فكره. عطني كنترول. يلا ايمن، يا ايمن يا ايمن من المدينه، وينك يا ايمن؟ كيف حالك يا ايمن؟ انا معاك هنا ايمن، وينك؟ كيف حالك ايمن؟ شو اخبارك ايمن؟ والله الحمد لله بخير. شلونك امورك تمام؟ والله ايمن من المدينه انت؟ ايوه ايوه. كيف اجواء المدينه ايمن؟ ايوه طيب. يا اخي تدري اني اشتقت المدينه؟ ابعد عني يا مخرج، خلني اسولف مع اهل المدينه على راحتي. ايه شكرا يا سعد. لازم تساعدنا جميلي. ها؟ لازم تساعدنا. ابشر بالسعد، ابشر بالسعد. دندن يا خوي، لو تبي يا شيخ اعطيك. خذ الكوره، خذ. لا لا لعبت مسابقه، انا ودي الخبط على كيفي، لكن ايمن خليك معي واقول لك اسبح يا ابو طمر. دقيقه واجيك. اسبح يلا. لب قلبك. اصبر، ضيعني الغالي. يا سعد ضيعتني يا سعد. دقيقة. لا 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 لا، وين؟ اقول لك الرز الله يصلحك. لا 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 لا. اي اي اوكي اوكي هنا اوكي. لا 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 يا اخي. سرعة 10 ثواني. لا 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 لا. اصبر. ايمن. ايش مشكلتك؟ يا ايمن. تحوس بنفس المكان. هلا هلا. يلا يا ايمن، وين الكورة يا ايمن؟ عند المطبخ. عند المطبخ؟ انا شوف ايمن، هلا ركز معي، ابى المح لك عشانك من اهل المدينه، وانا احب اهل المدينه واحب كل المدن. اللون هذا وين الكلب اللي نفس اللون هذا؟ لون ايوه جنب المطبخ. يا سلام عليك. طيب حوله قريب الحين، صح؟ حوله، تعال معي تعال معي تعال معي. حوله يا ايمن، حوله. ها هذا اللون اوكي. طيب حوله، ها حاول تلاحظ يمين شمال. فولو مي. وش ولا ما دخل انا؟ عند الطاولة اللي بجنب الكنب. ها؟ عند الطاولة اللي بجنب الكنب. الطاولة اللي جنب الكنب، هذا الكلام يا كلام كبير. والله اني ساعدتك يا ايمن لان احبك واحب اهل المدينة. ولا يا ايمن يلا. ولا اهل المدينة ولا. هذا الكلام. انا ودي صراحة ابو فهد بعد ما سمعت اصوات من اهل المدينه، شباب شغل عد المدل، يعني انا اقول لك حاجه من الاخير، لازم نساعد كل الناس اليوم.
ايوه لازم تساعد كل الناس، ما في احد خسران معنا اليوم يا جماعه. اقول لكم اياها اعلان صريحه، كل فايز اليوم معنا متسابق. كل متسابق فايز تسابق انت. كل متسابق معنا اليوم، كل متصل راح يكون فايز، فايز باخلاقه وبادبه وباتصاله معنا. وخذ يا ابو طمره الاتصال لما يقول لك نصحك بخذ اتصال. كيفك سامع انت وياه؟ انا بروح اقبلك مره ثانيه. طيب تعال الحين انت كل ما خبيته بنفس المكان، نفس الدور ترى المليانه اماكن هنا. اي صح، انا تدري شو كنت افكر انه لازم يكون معنا مهزومين، لكن يوم فكرت يا اخي ولاحظت انه لازم بالعكس يكون. خذ عبير، خذ عبير، خذ عبير. السلام عليكم يا اخت عبير. عبير عرفت. هلا اخت عبير. هلا والله، السلام عليكم. معنا الكوره مستعده؟ مستعده. واسمح يا ابو طمره، اسمع الاصوات، اسمع الاصوات عشان تعرف وين المكان. يا لا يا لا ها، اسمع الاصوات وين، اسمع ها. اخت عبير الو، معك ثلاث خيارات واجابتين بسرعه سهله. سمعتكم صوت قبل شوي. الخيار الاول وين؟ ها وراك. وين حددي مكان. ها ترى في وقت حسب، اعطيني خيارات. ورا الكنب. لا خطا، اول خيار راح، الثاني ورا الكرسي اللي وراك. ورا الكرسي خطا، اعطيني الجواب الثالث. اسمعني طيب، ساعدني. وين؟ ساعدني. ها ها ها، باقي لك الحين خيار، باقي لك خيار واحد واجابتين. ها عند المطبخ. طيب حلو، بالمطبخ باقي اجابتين، اعطيني اجابتين. ها شيء. ها عند الكنب. لا 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 لا، انت قلت بالمطبخ، باقي اجابه واحده، باقي اجابه واحده واضحة. ها يا اختي باقي اجابة واحدة. بالطاولة حقت المطبخ. خطأ، خلاص خلص الوقت. ابو فهد يا جماعة الخير، ابو فهد اول شيء وحنا نخبي لازم تسمعون الصوت، لازم تحركون حاسة السمع، تركزون وش نبي نصبخ حنا، واضح شيء واضح. ثاني شيء انتبهوا لديننا، انتبهوا لعيوننا، ها وقفتنا ترى والله سهله يا جماعه. ابو فهد سامع قلبي، معليش انا معنا، انا زعلان ابو فهد. ورا دقيقه ما ناخذ عبد العزيز تكفي ناصر. ها؟ انا زعلان. ورا والله يا زعلان. ورا احنا قاعد نساعد جمهورك، وين جمهورك قاعد توديها في مكان ما ادري. توكل على الله. عبد العزيز عزوز من المخواه، كيف حالك يا ابو عز؟ الحمد لله. شلونك يا ابو العز؟ الحمد لله والله بخير. ابو العز بشرني عن اجواء المخواه، ايش اخباركم، ايش اموركم، كيف الاجواء عندكم؟ والله الحمد لله كويسه. يعني بتعزمنا على العداء؟ على العداء حلو، على الغداء، على العشاء، بتعزمنا على شيء هناك؟ حياكم الله، انتم متشابهين كلكم. كافو حمسنا كافو. يا حمسنا يا اخي، نجي للجزاه، نجي المخواه، نجي الامور اللي هناك. حياكم الله. لب قلوبكم، يعلم الله اني احبكم في الله حبيبي. الله اسمعني، لب قلبك، انا بغبيها الان وقدني غبيتها خلاص، حلو، قدني حطيتها في مكان. ايوه. وبقول لك اسبح يا ابو طمره، وبروح الان عشان اعلمك، ما بعلمك حتى، بتعلم بس اعلم اللي هناك. اسبح يا ابو طمره وانا راح اعلم شو اسمه، انتبه. يا سعد الله بك. اسمع يا عزوز، ابو العز حبيبي معك ثلاث ترميحات. ها معك ثلاث ترميحات، انت تراك اخر متصل معنا. ضبط امورك وشغل عندك الحق، عندك انت الحين خمس حواس، شغل الحاسه رقم 17 وراح تطلع الكوره، صدقني راح تطلع الكوره. يلا ابو عز، انا ابغاك تكسب معي، وابغاك تدخل في السحب معي، وابغى العالم كله يفوزون. خلوا يعطيك مجال، خلوا يهرج. الكرة وراك. الكرة وراي، طيب.
يلا خذ حد وراي. حد المكان حد المكان حد المكان كل هذه يا ابو العز وراي جلسة بيضة. ها جلسة بيضة. الجلسة البيضة حلو. في ثلاث جلسات بيضة، في ابيض مع زهري، في ابيض اللي في النص، في ابيض المكان الثاني. يلا معك 20 ثانية يا ابو العز. ابيض مع زهري. ابيض مع ايش؟ زهري. زهري ها